ما تيجي بينا نعرف معلومات غريبة عن الحيوانات. انت تعرف ان الكلب يقدر يسمع دقات الساعة وهو على بعد 40 قدم؟ طب بلاش دي. طب انت تعرف ان الزرافة لو رجلها انزلقت وقعت على الارض مفيش امل ان هي تقوم تاني وهتفضل قاعدة كده طول حياتها لحد ما تموت؟ طب تعرف انت بقى ان الفيران ما بتحبش ريحة النعناع؟ ده انا همسك الفار اللي بياكل الحمام في العشة ده، بص هملاها له نعناع، هزرع له العشة كلها نعناع، هسحل الام. طب عارف ان الفيل لو مات وهو واقف بيفضل واقف من ساعتين لتلاتة وهو ميت قبل ما يقع على الارض؟ طب تعرف ان زئير الاسد بيتسمع على بعد 8 كيلو؟ طب تعرف بقى ان النعامة بتعيش لحد عمر 75 سنة وبتقدر تواظب على الانتاج لحد عمر 50 سنة؟ طبعا اللي هنا مش محتاجين معلومات عن النعام، يعني احنا مغرقينكم معلومات. بمناسبه ان احنا جبنا سيره النعام، انت تعرف ان النعامه ما بتدفنش راسها في الارض خوف من اللي قدامها زي ما البعض بيقول؟ النعامه بتدفن راسها في الارض لما بتحس ان في خطر جاي عليها، وما بتدفنش راسها خوف من اللي قدامها. هي اي نعم غبيه بس مش للدرجه دي. ربنا مديها ميزه حلوه جدا اللي هي بتعرف ان الصوت بيتنقل عن طريق الارض اسرع ما بيتنقل عن طريق الجو، فبتدفن راسها في الارض علشان تحدد مكان الخطر اللي جاي عليها وتعرف تواجهه منين. طلع نزل من النعامه فاكرينه جبان. طب انت تعرف ان النمله وهي صاحيه من النوم بتتوب زيها زي الانسان؟ تخيل انت بقى نمله لسه صاحيه من النوم وفي نص التتوبه بتاعتها تقوم انت جاي دايس عليها نهايه حياتها، حاجه في منتهى قله الادب منك يا راجل. حاله طوارئ جيم، عندنا حاله طوارئ جيم.